السلام عليكم. اليوم جيت نهضر لكم على هذه المدينة الجميلة السياحية تامبا. المدينة دي معروفة بالبحر ديالها، البحر ديالها الجميل والشمس ديالها دافئة، والاسم ديالها تامبا اللي هي في فلوريدا يرجع هذا الاسم عاد الهنود الحمر. الهنود الحمر هما اللي سموا هذا الاسم. علاش سموا هذا الاسم تامبا؟ هو المعنى الحقيقي لتامبا باللغة الهنود الحمر هي البرق، البرق، لأن هذه المنطقة كانت دائما فيها العواصف، وبقى الآن دائما تيجيو فيها العواصف، لدرجة حتى القراصنة سموها نفس الاسم. ولكن ما تخلعوش بواحد القضية، لأن ملي تسمعوا هذا المناخ ديال العواصف راه ماشي معنيتها راه أنها دائما العواصف فيها، لا، العكس، فيها بلايص البحورة تبيزين البحور الاخرين بالنظري انا حيت سافرت ليها ومشيت ليها. وهاد المدينة السياحية اللي تتميز بهاد البحر ديالها، اهم حاجة هي الغروب. منساوش تمشيو في وقيتة الغروب، احسن وقيتة لهاد المدينة تتميز بهاد الجمال، شمس ديالها الدافئة. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو قصير، ما نطولش عليكم، ويلا لا حلقة القادمة. السلام عليكم.